النهاردة يا جماعة لعبتنا من أغرب اللعب اللي شفتها بصراحة. لعبة فكرتها نطلع فوق بس فيش نزول تحت خالص، كمل 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 لحد ما نشوف هيطلع لنا ايه غرايب وعجائب في اللعبة دي هنشوفها النهاردة. ويكادكم يا جماعة، خلينا نشوف مين محبين الباركور، لان انت هتكون يا جماعة من نوع من الباركور والتسلق والحركات مش هتكون مناسبة لكل الناس، فخلينا نشوف احنا بقى ايه اوكي منبصش فوق. يا لهوي هنعملها. اوكي ما شاء الله يا جماعة، البداية شكلها جميلة، شكل الكابتن عمو نطلع بالكورة. بلاش ابص فوق صح والله هيجيلي احباط. طب انا بطلع بعد ما نطلع فوق يقولك بلاش تبص تحت. اوكي ليتس جو. لا 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 استنى 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 عشان شكلها من بدايتها يا جماعة جنين، خلينا نتعب نجري بسرعة لان هي دي بالبداية. عايزين نتسلق الخشبة، التحكم شوية مش سهل. لا 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 استنى بقى يا عم انت كمان، عايزين بس نتسلق. ايوه اوكي 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 الحمد لله. ترى انا اول حته سخننا اللي بتفرج على ايه؟ بتفرج على بقول عارف لو مش مشترك في القناه حاجه سلوخك دلوقتي. كمل اطلع اطلع اطلع. حلو الشمس يا جماعه عمياني مش شايف اي حاجه، ده اللي بيلعب باركور ربنا معاك يا ابني، انا حاسس بيك دلوقتي. اجري 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 خلينا نتشعبط كويس يا جماعه. المهارات بتاعتنا بدات توضح دلوقتي، النور بدا ينور. ايوه النور بدا ينور. ايه السلم بقول ايه يا جماعه؟ استنوا بس الشمس دلوقتي بدات ما تضربش في وشنا، فانا الحمد لله بقيت يعني شويه مركز. الطريق من هنا اوكي كمل، وانا من الناحيه الثانيه اوكي ممتاز. لعبه يا جماعه والله بتدخلك في سسبنس غريب عجيب. يا لهوي يا 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انا كلها طلعت ما شاء الله عليا يا جماعه. يا لهوي لا مستحيل ده لسه لسه احنا بنقول ايه يا مسهل. اوكي طب انا ايه الكلام؟ هكمل ازاي يا جماعه؟ انا مش فاهم حاجه. هنكمل من انهو جنب؟ خليني احاول امشي كده. لا لا اجي من هنا زحمه. اوكي في طرطوفه هنا ممكن نمسك في الخشبه دي. طب ما تمسك يا جدع يا عم، الموسيقى بتهنج ولا ايه؟ تقريبا بيقول اي اه اوكي بتروح وترجع يا جماعه، بتشاور على في يا ابن المزاوله دي. انا بعمل ايه؟ بيقول لك اتعلم من غلطاتك. انا اتحشرت يا جماعه. طب فين انا؟ لقيت نفسي ببص تحت، نزلت تحت يا جماعه ما شاء الله عليا. طب هنحاول نتشعبط هنا. يا عم ارجوك بقى امسك بقى. ايوه ايوه يا مسهل يا جماعه البتاع ماشي على البلكونه. طب هتصرف ازاي؟ طب هضطر ارجع هنا. لا لا حرام والله يا عم انا ما صدقت اطلع. ايه النحس ده؟ يا لهوي خلينا يا جماعه نجيب من اول البدايه تاني لان انا عاملها شكلها اوكي. هو في طرق مختلفة ولا ايه يا جماعة؟ الشمس تاني؟ تعالي تعالي احنا لسه قعدتنا النهاردة مطولة. هي شبه لعبة بالظبط يا جماعة ولا مرة لعبناها. تعرفوا ايه هي؟ والله يا جدعان. استنى استنى كمل. اوكي اطلع تمام ما شاء الله الحمد لله الوضع بدأ يتحسن. انا كنت عايز اطلع على الاسم بتاع اللي قدامي دي. الفكرة هنضطر نمشي من الاتجاه ده. والله الواحد كباركور يا جماعه بيعاني دلوقتي. يا جماعه اللي بيلعبوا باركور يا ريت يفيدونا في المعلومات. كمل اجري 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 اجري. اوكي كده الطريق الصح. اللعبه دي يا جماعه احلى حاجه فيها اوحش حاجه فيها ما فيهاش ولا تشيك بوينت. اوكي ماشي نتعلم من اخطائنا يا جماعه، شكلنا هنخطأ دلوقتي ونتعلم تاني. يلا احنا ورانا ايه النهارده؟ حلقه الايه؟ الاخطاء. ثواني بقى هنطلع من هنا ولا كانت من الماسوره اللي ورا؟ استنى عم استنى بس لسه متعلم انا غلطي من شويه. مفيش خمس ثواني تقريبا نسيت غلط يا جماعه. خلينا نكمل. امسك امسك ارجوك ارجوك. ايوه امسك اتشعبط ممتاز. كمل كمل. لا مستحيل كي دم. حلو الحمد لله بيمسك كويس يا جماعه. تخيلوا دي تفلت الشمس يا عم. استنى استنى البنت اللي واقفه ليه؟ نظرك نظره يا رب ما يا جماعه تبقى قهرة. كي يا خلاصي مالك. استنى استنى انا عايز اقرب شويه 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 صغيرين ثواني. ايوه ظبط بقى يا عم الكاميرا انت كمان. شوفوا يا جدعان ولا قاعد بيلعب دولة صحيين دول ولا نايمين ولا ايه النظام؟ والبنت قاعده بتلعب ماسكه اللعبه بتاعتها وبتجرب على الرياح. يعني انت زنقت معاك تقفي على الطرف انت جاي تهزري؟ يا لهوي ده انت قلبك ميت. والتاني قاعد بيلعب لي على ست وواحده. انتوا رايقين ولكننا مربين فراخ وبط يا جماعه. اجري 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 ممتاز. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. هنعرف فين الطريق؟ مش عارف يا جماعه. نقعد بقى ايه حد بادي بيقول لي تخمن بقى انت وحظك يا عم بلزليز. مش عارف والله. استنى بقى عايزين بقى نفكر يا جماعه لان في طريقين والاثنين احلى من بعضيهم. فخلينا نمشي كده. اوكي يا ربنا يستر. ها
يا رب بس ايه ما صرخش يا جماعه الصريخه اللي في دماغي. امشي على الباص. الله على كميه الزباله اللي تحت. قلبي اوكي امسك اتسلق ممتاز. يلا ابلع ريقك كمل. الحمد لله في ماسوره مجاري هنا وفي ماسورتين الاثنين. استنى باشا انا تقريبا اختيارنا يا جماعه الحمد لله بيرفكتو. نمشي واحده واحده حبه حبه. ايوه حته حته كمل ركز. الراجل ولا عايز يطير يا ابني اهدى بقى شويه. بيتي بيتي. لا 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 اوعى توقع اوعى توقع. ايه ده من رجليه؟ والله رجليه جلد. اطلع الشمس الشمس دي تعميك وانت طالع. اوكي كمل ممتاز. تحس ان انت سرع يا جماعه. اهدى شويه يا كابتن. لا لا ارجوك ما ترجعش لورا. ايوه كمل قدام ممتاز. خلينا نكمل كده زي ما احنا زي الفل. ايوه والله يا جماعه تصدق اللعبه في الهره الاولى تحسها لذيذه كده وتجري كده وتستقنص. بس لا 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 لا. استنى كابتن امسك بقى امسك ارجوك امسك. ايوه طب وبعدين هننزل؟ انا ما صدقت تطلع. اوكي طب هو انا هفضل ماشي لحد امتى يا جماعه؟ ثواني. لا ها انا رايح ازاي هناك؟ استنى استنى يا عم. لا 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 انا كنت هختم يا جدعان ختم على طول مش وجع قلب. كمل هو انا ينفع اختصر دي ولا هزعل؟ مش عارف. يلا يلا كمل كمل كمل. صوت الهواء نفسه مش طبيعي يا جماعه. حاسس احنا كده ايه ممكن يدبسنا في حاجه. ممكن تيجي بقى عصفوره طايره تيجي ارمانه من ودنا. مش وقتك بصراحه. كنت هقع صح تقريبا يا جماعه. انا خايف ابص والله عشان انا مش كده. بص تحس ان الشخصيه نفسها بتتحرك. يا عم امسك يا عم انت كمان. لا يا ابو سعيد اوكي. لا 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 لا. طب وبعدين؟ بدات اقلق يا جماعه من الماسوره اللي قدامي دي بصراحه. ماسوره وضعها مش لذيذ. طب ما تنط يا كابتن حبيبي نط بقى جامب ما تقرفناش يا حبيب قلبي. ايوه الولا مكسوف ينط يا جماعه ولا ايه؟ يب كان مكسوف شويه. يا ابني انت بتوترني والله. الولا نفسه يا جماعه بيوترني. كمل كمل اوكي. انا مش داس سبيد. تخيلوا ده الجري بتاعه الطبيعي. والله المنظر من فوق جميل. بس ايه ده القمر هنا والشمس ما شاء الله الاثنين في نفس الوقت يا جماعه. خلينا نكمل. طيب ايوه ايوه. لا الشمس يا عينيا. انا عايز اجيب النضاره يا جماعه. يب اطلع بالنضاره. انا خلينا اطلع. انا جايب كاب اعمل بيه مش فاهم. انا مش فاهم نفسي. انا عايز اروح كده في دفع المواسير. ايوه عشان لو لا قدر لو احنا يا جماعه ايه نتشعبط في اي ماسوره زي الفيران كده. طب دي هنجيبها ازاي؟ اوكي مرحله التفكير دي نجيبها ازاي؟ نجيبها ازاي؟ فكر يا ابو اللذيذ فكروا معايا يا جماعه. اوعى تقول لي اجري بسرعه وامسك. انا مش ناقص بصراحه. هو اصلا ما فيش طريق تاني في الماسوره. اوكي شكلها اللي قدامي دي والله مش عارف هل الجنب هيلحق يجيبها. لا 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 حرام عليك يا هلا حرام عليك. مستك ايه بس اهدى انت كمان. اوكي يلا يا جماعه انا اخترت الطريق الاولاني. استنى بقى عشان هنا في طلعايه. ها في طلعايه في اشتغاله. كمل جنب. لا مش عايز اخش جوه الماسوره عايز ارجع ورا شويه. مرشدين. ايوه ممتاز اهو الطريق اهو الطريق. انا هحاول امشي زي الولد يا جماعه دماغي تبقى ناشفه. ايه ده فين الطريق؟ استنى يا جماعه هو الطريق بيمشي ولا انا بتخيل ولا ايه؟ لا مستحيل هتكمل كده. انا طلعت بالعافيه يا جدع. اوكي نحاول ننزل يا جماعه ونحاول نتشعبط في الثانيه والثالثه. يا رب تكونوا فهمتونا عشان مش فاهم حاجه. يلا ننزل. استنى انا هينزلني المفروض اطلع عشان اكمل صح؟ طب انا هينزل من هنا وبعد كده حاجة نفس المكان اللي كنت موجود فيه. والمفروض يا جماعه الماسوره اللي قدامي هل هقدر ولا لا؟ اوكي نحاول تشعبط. لا 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 وانا كل ما اطلع انزل يا جماعه بقول اطلع فوق بس انا اللي بينزلني تحت. انا ماشي بالمشقلب ماشي عكس اللعب. يقول لك قول لي اب لا قول لي داون قول لي قول لي هعمل ايه قول لي قول لي. الحمد لله اوكي نبدا نفكر بالراحه حرام عليك يا اخي الموسيقى دي صدعتني. خلاص يا جدع الليلة عيد وانا سعيد. يب سعيد يا جماعة سعيد ابو اللذيذ سعيد اسمي سعيد النهاردة يا جماعة. ايه ده؟ ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ ده سلم؟ سلم ده ولا ايه ده يا جماعة؟ مش فاهم حاجة. هو فين
طب احنا طلعنا بعدين. اوكي الطريق من هنا لو لبي يا جماعه. لا 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 مش ناقصين، انا فكرت هطلع على الماسوره التعبانه دي عشان كنت ايه، قول لي اب بس. يلا كمل كمل كمل. تمام دي ناخدها داير ما يدور. يا رب بقع هنا يا جماعه، انا وقعت لغايه ما قلت يا بس شبعت شبعت وقوع. كمل كمل كمل. متفائل يا جدعان احنا نقدر ان شاء الله نوصل زي ما قلت لكم، انا بشويش بشويش نطلع بالراحه ان شاء الله نقدر نظبطها. احلى حاجه في الماسوره اللولبيه دي لو وقعنا لا قدر الله، والصخره دي مش فاهمها انا يعني بصراحه، ما واحد يطلع واستهبل يعني ينفع نط مننا يا ابني اللي عامل الباب انت هتجننا معاك ولا ايه؟ كمل كمل. ايوه ممتاز. لا لا حرام عليك بقى يعني، خلي عندك دم شويه، خلي عندك ضمير يا جدع، اعرف ان في ناس منوبه، قصدي في ناس بتحاول يعني وبتعافر. كمل. الشمس دي يا جماعه يا ريت يشوف لها حل. يا ابني انت متعمد تخلي الشمس في وشنا. لا 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 هو مالي الشخصيه بترقص كده ليه؟ تقريبا الرياح بتهزني يا جماعه. كمل. ايوه اوكي ايوه ابعد عن الشمس. There is something strange going on with this world. Though there has always been something wrong with it. What everyone clung to, the stability, has been shaken. كمل. Maybe this is a chance for me. يلا اسكتي بقى ولا اسكت انت يا جدع، انت بلا فرصه ولا فرصه، سيبني بس اكمل. ايوه جامب هنا بالراحه، نحاول نظبط الشخصية. أيوة ممتاز. لا يا جماعة عملها. أوه شوفوا كمية البيوت، عشش 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 عشش. إيه يا عم ده؟ كمية عشش مش طبيعية يا جماعة. خلينا نبص يمين نبص شمال. أيوة بدأت أوصل للصخرة، ممتاز. أيوة كمل كمل كمل. صدق اللعبة دي ترفع الضغط يا جماعة، مع التدريج ولا تلاقي ضغط واحدة واحدة كده إيه، شغلت أوتوماتيكي أوتوماتيكي. كمل. نط جامب. استنى عم القطورة أنت كمان. The railroad was opened here 120 years ago. My grandfather worked here. I often went to see him. My grandfather worked here for 60 years and then he died. Oh, alhamdulillah ala salama. What a nice job. Your master isn't coming back. Go find yourself a new one. No need to wait. ده ممكن يعدنا؟ ده هنا في يا جدعان خاصية تقريبا نقدر نبطئ نفسنا. عشان كده والله اصل انا صاحب المهم انا فاهمه هو ايه اللي انت عامله ده، فهو اكيد في حاجه يا جماعه لازم. انا قلت الراجل ده هيتجنن علينا ولا ايه؟ خلينا نشوف طيب فين الطريق. تقريبا عند القطر هنا ولا من الناحيه الثانيه؟ خلينا نلقي نظره من الناحيه الثانيه عشان المكان شكله غريب يا جماعه. انا مش حابب يعني ايه افكر في اللي في دماغي. معقول الطريق من هناك؟ شكلها والله يا جماعه شكلها والبوادر شكلها جميله. خلينا نكمل. ايوه وبعدين لا يا راجل هننط على الصخره دي. استنى بس انط. ايوه اوتوماتيكي اوتوماتيكي. اوه الحمد لله. لا شوف العمود عامله ازاي، عمل حركه خبيثه عشان نتشعبط فيه ونقدر نطلع ونعدي الجزء الفوقاني ده. هو ده يا جماعه هيودينا على فين؟ هو اصلا في طريق؟ لا والله مفيش طريق. انا عملت ايه دلوقتي؟ انت يا كابتن جبتنا ايه فين دلوقتي؟ انت ملخبطني بصراحه معاك. بص يا جماعه كده والله اعلم انا تقريبا جيت غلط. ياب انا جيت غلط هنا، بس انا شايف في قضبان فوقيه هنا. الفكره توصل لها ازاي؟ ينفع انط من هنا لهنا جامب؟ يا ريت والله. اوكي يا رب 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 اوصل بالسلامه. امسك 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 ارجوك. ايوه الحمد لله. يا ابني ده في قضبان فوق دماغنا يا جماعه على طول، بس الفكرة فين مكان الطلوع؟ الجنب التاني طلع ما فيهوش أي حاجة، طلع فنكوشي، فهو أكيد هيبقى من عند الكلب اللي هنا. زي ما قلت لكم أكيد في الطلوع، خلينا نحاول نلعب كون دعبة جوه القطر. ثواني بس أنت بتهزر؟ هنط من هنا على السرير اللي هناك ده؟ لا يا جماعة ده المكان دي مقطوع يا عم، ما فيهاش طريق أصلاً. أوكي السهم يا جماعة عملنا من الناحية دي. يا راجل ما تقول من بدري الشنط الغريبة العجيبة دي. مش واخد بالي منها، مركز قوي مع الحاجات التانية التفاصيل الغريبة دي. نطلع اوكي نطلع الشنطه دي كمان. يلا الشنطه اللي بعدها. يلا ممتاز نكمل على دي. مش مصدق طلعت في الجزء اللي فوق، قلت لكم من بدري يا جماعه في الجزء اللي فوق. اكيد مش هروح للعماره دي، اكيد الطريق من هنا. لا مستحيل انت بتهزر. استنى بقى كابشن، هنمشي يا جماعه من على الماسوره، اطول ماسوره في العالم. شوفوا المنظر عامل ازاي، الوقوع هنا بزعله. لا مستحيل، شايفين المدينه هناك متقفله ازاي يا جدعان؟ ايه المنظر الغريب ده؟ واو شكله غريب. خلينا نكمل. يا رب يا رب ربنا يستر يا جماعه. هنا عمل لنا في كذا طريق نقدر نرجع منه. اوكي في طريق من ناحيه السلالم من هنا هننزل له وهنقدر نلف من الناحيه الثانيه. صدقوا يا جماعه صعبه شويتين. طب احنا ممكن نختصرها بدل ما نمشي على البتاعه الطويله دي.
هنا شوف مخلي المسافه عامله ازاي على رخامتك. هنا صعب جدا ان انت تجيب الجامب يا جدعان، صح؟ هيبقى من رابع المستحيلات، بس بيخليني اقدر اتسلق. ولا 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 ايوه اوكي اقدر اتسلق. خلينا نلقى نظره اهو، شايفين؟ بس البتاع بعيد عشان اقدر اطلع بس القضبان دي، مش عارف اقدر اعملها ولا لا. يعني يا تنط جامب وتزعل، يا دي تكمل من الناحيه الثانيه. هي الثانيه تبقى اطول شويه بس تبقى احسن. انا بصراحه مش عارف المسافه دي ايه الكلام. خلينا يا جماعه نجرب. اوكي يا رب يا رب، يلا ما تكسفناش. يلا امسك 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 يمسك في القضبان باذن الله. يلا يلا تبقى والله لعيب. تعمل ايه بتنط دبل جامب ليه يا علا؟ بتنط ليه وانت وصلت؟ امسك امسك ارجوك. اوكي امسك، الحمد لله. ايه لازمه الدبل جامب يا مجنون؟ لا مش مصدق يا جماعه، ده عيل مجنون والله. شد شد اعصابي بطريقه غريبه، بس الحمد لله ما وقعناش وقع. يعني ايه تزعل؟ نقدر نكمل الحمد لله. شفتوا الحركه دي؟ ايوه نكمل نكمل نكمل. يلا From here you have a great view of the favelas. ايه ولا بصراحه منظر هنا تحفه. This is where everyone lives in poverty which is hard to get out of. اوكي احنا هنحاول نطلع من المنطقه دي. This is where my whole life and the lives of my goddamn parents have been. مولع تقريبا. اوكي خلينا نروح كده سريعا يا جماعه، مش عايز اركز بصراحه مع البيوت ومع التفاصيل عشان المنظر اصلا من تحت شكله مرعب. واحنا ماشيين على الخشب بصوا ايه. ايوه اجري اجري، الحته دي شكلها لذيذه. تمام. طب هنا ايه الكلام بقى؟ هنا هترجعنا تاني؟ لا لا اكيد مش هنرجع تاني، احنا هنكمل زي ما احنا كده. اوكي انا عايز اوصل على الاقل يا جماعه للجزء اللي بعده اللي هو زي التشيك بوينت. هو ماله بيرقص كده ليه؟ استنى بقى امسك نفسك يا كابتن. ايه هدي. حلو تمام مشينا ممتاز. خلينا نكمل الجزئيه الثانيه. يلا والله ما متفائل يا جماعه، حاسس انا هوصل للمكان الثاني يبقى سهل. ايوه شوف شوف حاطط لنا مقلب ازاي عشان وقعنا. غدار مش احنا اللي نقع والله، بس اسكت يا عم عشان تقع زي الثانيه. خلينا نحاول بقى ناخد دي داير ما يدور. ايوه اطلع. اوكي ناخد شويه سبيد سبيد. لسه والله شويه يا جماعه. ايه ده معقوله وصلنا يا راجل؟ بس اهم حاجه اول ما يرغي تعرف ان انت كده ايه في الامان. خش 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 ايه في الحلزونه، خش في الحلزونه مش طالع منها. انا هكمبر جوه يا جماعه، مفيش حد بيسال عليا. اوكي وبعد في يمين وفي شمال. طب اليمين هيودينا فين والشمال هيودينا فين؟ اليمين هن اوكي اليمين هينزلنا، فاحنا هنخلينا في الشمال وش نكمل. يا جدعان الفكره في اللعبه ان انت ممكن وانت بتبص بالشخصيه يمين شمال تلاقي الشخصيه تمشي لوحدها اوتوماتيك اوتوماتيك. هو الولد عايز يخلص مش فاهم مستعجل ولا ايه؟ اكن انا هو اللي بيلعب يا ابني. ما تصبر يا ابني، مش بني ادم قاعد بيلعب. اجري بسرعه بسرعه بسرعه. معقوله ده يا جماعه؟ ها هيلفني في نفس الطريق. اوكي حلوه الحركه دي يا كابتن. ايه ده؟ اها احنا ننط على الطوبه هنا، ممتاز. خلينا ننزل امسك ممتاز، ونبدا بقى نتسلق الصخره دي حته حته ونتشعبط هنا للتانية يا جماعه شكلها تلففنا في نفس المكان. ايوه استنى بس اوعى تقولي مش هعرف امسكها. يبقى انت كده جاي تهزر هنا. لا 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 ما كانش كله مش لذيذ يا جماعه. ايوه امسك. ايوه ممتاز بس برافو عليك، 100 100 بيرفكتو. ده هيطلع تمام. خلينا نكمل، هنمشي في الجزء ده. يلا اوكي مش عايز يا جماعه دوس سبيد 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 سبيد. كمل 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 اجري 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 اجري. اوه المدينه بقى اللي بيتكلم عليها. اوكي يبقى في مدينه يا جدعان فقيره وفي مدينه هنا تقريبا غنيه ومقفلينها بسور سور عملاق. بص الفرق هنا، بص عامل ازاي، وهناك عيشش عيشش عيشش، وفي جبل هنا. فالمدينه دي متقفله عشان اكيد اللي هم الفقراء ممكن يبداوا يهجموا على المدينه الثانيه. خلينا بقى نبدا نتسلق المكان ده. يلا حس المكان اللي هيتحول زومبي. يلا يلا بسرعه 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 بسرعه. انا مش مصدق يا جماعه والله طلعت محترف وانا ما اعرفش. كمل 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 ممتاز. خيرا وصلنا. اذا في حد بيتكلم ولا ايه؟ وصلنا للمحطه يبدا بيرغي معايا. احنا يا ابو لوريز ايه ده؟ ايه ده في البيت بيروح؟ Your friends are there. Your destiny and life is there. الحمد لله على السلامة يا عم الفيل. استنى ولسه في ايه ليه؟ هو ده في حوارات يا جماعة. اللعبة بصوا ما شاء الله شكلها ملهاش نهاية أساسا. خلينا نشوف صيف في ايه تاني. لسه مرحلة القطر اللي هنا تقدر تطلعها، بس يعني جبنا اللي عند عم الفيل
بصراحة يا جماعة اللعبة جميلة جدا بالأخص لمحبين الباركور، غير كده هتحسوا بخوف وملل مش طبيعي لأن اللعبة بتوترك غصب عنك. اطلع 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 اطلع، ممتاز. خلينا نشوف عم القطر ده، هو المدينة التانية فين؟ مش عارف يا جماعة، مش عارف ليه مش متفائل بيها قوي، لأن بدأ دلوقتي يطول المسافات ويرخم. خلينا نكمل. اوكي، وهنا لو وقعنا لا قدر لا قدر الله هيبقى فيها زعلة، لأن بقى إيه؟ To get to the new mine, أيوة. You first have to make a jump and get off the ground, okay, not okay. knowing what the future holds. هتنط جامب؟ يا حلوة يا عيال. اوكي، نط جامب، ايه المشكلة؟ امسك امسك اما امسك. اوكي، سهلة سهلة. ما تلعبش علينا يا حبيبي. كمل. استنى كده ألقي نظرة. ولا لا ولا ليه؟ كمل 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 كمل. خلينا ماشيين ماشيين زي الفل. هنا معقول ايوه اوكي، في جامب في جامب. نركن هنا يا جدعان، وضعنا ريلاكس. امسك. الحمد لله مسكنا في البتاع في الطريق الصح. شوف الفراغ، حاطط فراغ في حته قرعه والله تندمك لو وقعت. كمل، ممتاز. بعد كده هنضطر نتسلق بالقطر اللي واقع ده، هو ده اللي هيطلعنا لفوق يا جدعان. ايوه الحمد لله، حاطط حديده، عارفين لو ما كانش حاططها دي تبقى مشكله. اوكي الحمد لله مستوى بدا يتحسن. يلا بزعله دي بزعله بزعله. اجري 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 اجري. خلاص يا جماعه هانت هانت والله. حاسس ان انا ايه، هخش على التشيك بوينت الثالثه. ما هو انا بقول التشيك بوينت بس هي مش التشيك بوينت، بس بيني وبينكم لا لا مستحيل. المنظر تحت شكله مرعب، والتاني واقف هنا مستقنص. شايف ليه يا جماعه مش مرتاح لدي؟ فيها هنا جامب، فيها هنا جامب. يب خلينا نركز. هنوصل هنوصل. يلا مبروك مبروك مبروك، الحمد لله. اهم حاجه بس ايه، الجامب ما يكونش غلط. حلو. يعني ايه الكلام؟ هنط هنا ولا هنا؟ خلينا ننزل. انا بقى بعمل ايه؟ ثواني يا جماعه، مش عارف انط جامب هنا. اوكي خليك هنا جامب. حلو، فكرت دي بتزحلق ولا تبقى مشكله. عامل لي سهم لتحت. هنكمل. اوكي كمل، ممتاز. السهومة، كمية السهومة اللي تحت مش طبيعي. أوه. طبعا كان بيحكي على والده يا جماعة، وانا بصراحة اتفق كده، قصة والده كانت جميلة بصراحة. كفاية عليا كده، رخدت التشيك بوينت. يا رب يكون عجبكم فيديو النهاردة، وانا جاي فيديو جديد مع ستيوب جيم. يلا سلام.